على هامش فعاليات معرض جايتكس في دبي، أكد الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة فايكول، أكد أن الشركة تهدف لتغطية أكبر عدد ممكن من شرائح العملاء من خلال تقديم خدمات الاتصالات، وتتطلع الشركة لعقد عدد من الاتفاقيات خلال جايتكس لتعزيز محفظة منتجاتها. فايكول من الشركات الريادية أو يعني اللي تقدم خدمات البروتوكول الاتصال عبر الانترنت الفويب، والحقيقة احنا نسعى لتقديم خدمات متعددة يعني من غير الاتصال، مثل طبعا الMMS والSMS والفيديو كول والشاتينج أو التحاور الإلكتروني. فاحنا قاعدين نقدم الخدمات المتعددة اللي في عالم التكنولوجيا الجديدة، ونحاول ان فعلا يعني نسعى ان نكون من الشركات الريادية في هالموضوع مع تقليل التكلفة اللي اصبحت الان عالية يعني، فذا اللي تسعى يعني اصبحت يعني فكر عالمي لتقليل تكلفة الاتصال في العالم كله. ما هي الخطوة المقبلة لديكم؟ والحقيقة احنا ان شاء الله لن نهدى، يعني احنا نحاول ان نتواصل مع جميع التكنولوجيا المتقدمة في العالم كله، ونحاول نقدم خدمات جديدة، نحاول نقدم عديد من الخدمات، ونحن شركة الحقيقة يعني عالمية، وي ار جلوبال كمباني، ونحاول ان احنا يعني نتقدم، اولا نطور من خدماتنا، ثم بعد ذلك نبحث عن التميز في السوق العالمي كله اجمع يعني.